خاوتي. هاو الطب في الجزائر خاوتي، تفرجوا مليح تفرجوا مليح خاوتي. هذه مريضة بالكونسير، هذه مريضة بالكونسير، عندها نهار ثلاثة دارت لاشيمي. البارح كي جبتها لقيت رديتها روحت ماهيش نورمال. جبتها لهم اليوم الصباح، جبتها لهم كل واحد يبعد فيا الواحد. ديتها للطبيب تاع الأوارد، قال لي ديها لجراحة البطن، ديريها لجراحة الداخلية. ديتها للجراحة الداخلية قالت لي أرجعي للوارد. ديتها للوارد قالوا لي أطلعي بيها للطبيبة تاعك تاع الكونسير. طلعت للطبيبة تاعي تاع الكونسير قالت لي مادام ما نقدر ندير لك والو، روحي طوهي ونهار لهد جيبيها وارباحي. فهمتي؟ قالت لي نهار لهد جيبيها وارباحي، ولا لقيتيها فابل طلعيها للسبيطار يديروا لها السيروم يقوتوها به. اون فاكي طلعت انايا نهضر مع طبيبه، ما جيت نهبط لقيتها توفات. مني توفات من قبيل وهي هنا، هاهي قريب ساعه وهي هنا. والغاشي يتفرج، لا طبيب يدير حل، لا مولا السيرفيس يدير حل، لا مولا السبيطار يدير حل. راهي تتفرج ويقولوا لي دوك يجيبك لابوليس. عندي ربع ساعة والله نص ساعة وانا نستنى بلابوليس يجيب. هاهي الغاشي كامل هاو يتفرج. الغاشي كامل يتفرج. وين هي الإنسانية؟ وين هي حقها؟ وين حق الإنسان قبل كي يكون عايش؟ وين حق الإنسان بعد ما يموت؟ يخليوه يتعذب. هذه هي وين هي كرامة الميت؟ وين هي كرامة الميت؟ هاي هاهو الأمن من هي يتفرج قال لي ما نقدر ندير لك حتى حل، سامحيني اختي. يقول لي اختي ما نقدر ندير لك حتى حل. مقبل وانا نستنى، مقبل وانا نستنى. هاي قدامك. هاي كل ما نجي مع مول الطوموبيل يقولوا لي قاري اختي هبطيها وطلعيها في الكراسة، ما يفوتش مول الطوموبيل، ما يفوتش. هبطيها تروح في الكراسة. هاي بيبسي. ايه هادي بيبسي. خلي اللي يقول دارت لها اللايف، خلي اللي يقول بيا بيزا ويدي لها في اللايف. او قلبي محروق من نهار مرضت وانا نتمربد معاها. من نهار جيت للسبيطار هذا وانا طيح والنوض بلا مزيتي. بصح هذا هو سبيطار تاع الجزائر. عذبونا. عذبونا. هاي ميزة قدامهم وما قدروا يديروا لها والو. كون جات معرفتهم وي او هو الاول او يطيح وينوض هنا او يطيح وينوض. هاهم قدامكم. تفرجوا. لا دور قابلني ما تدورش عليا وجهك. وينو المدير تاع السبيطار؟ وينو المسؤول على السيرفيس؟ وين هو؟ وتقولوا لي ما عندكش الحق. شاركوا في المجموعات، طلعوهم لي زامي، طلعوا خليهم.